أكيد ما بدي أسافر لهنيك، لأنه هنيك أنت ما حتكون بأمان. يعني إنه مجرد إنه التفكير فيها بتحس بإحساس الخوف والرعب وعدم الأمان. يعني مستحيل إنه أفكر إنه أرجع إنه مرة تانية لهني. هلأ على سوريا مستحيل نقدر نرجع، يعني لا أنا ولا زوجتي ولا حتى والدة والدتا، يعني معظم السوريين اللي هون موجودين مستحيل يقدروا يرجعوا على سوريا الوقت الحالي، لا يمكن نرجعوا لأنه في اعتقالات. أنت بس ترجع أنت حتكون يعني عليك مسؤولية كتير كبيرة، حتعرض للاعتقال، تعرض للتعذيب للأسف الشديد. نحن لا يمكن نرجع، يعني حتى لو كلفنا حياتنا أنه نموت هون بالدنمارك ولا نرجع على سوريا ما حنقدر نرجع لأنه حنموت. فنحن هيك ميتين، فنحن نفضل نموت هون وما نرجع نموت هناك بالسجون والتعذيب بالقتل.